عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، هكذا تعلن انطلاقة شوط المحليات الاصايل ايضا شوط المهجنات. بعد ما تابعنا شوط الابكار المحليات كان من نصيب سرابة علي بن حمود اليحافي ابو السبع من اهدى السلام الى اهالي الابيض بتوقيت زمني وقدره 6:27. ثانية شوطنا الذي لا يقل همية عن الأشواط الماضية حامل الإثارة والمنافسة القوية، هنا حربه سالم بن علي بن راشد القيلاني أنا يقدم لنا أبو تركي هذا الحضور، بينما المركز الثاني بنت الفارس علي بن راشد بن مبارك المنصوري على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك التواجد من الضبي محمد بن سالم بن حبروت الكتبي على ثالث المراكز بأول نداء شوطنا الإذن الثاني وشوط المهجنات الأول للإبكار، بينما هنا التواجد والقدوم من قبل اللي هي الشبه لسيد سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. هنا الوصول ايضا مشاهدينا الكرام من سلهوده لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا حضوري وتواجد اللي سلهوده، بينما المركز السادس هناك اسم قادم يتواجد هذا الشعار من خوف عبد الله بن شليويح بن محمد اليابري يقدم لنا حضوري خوف. هكذا ست المراكز الاولى في تحدي هذا الشوط، ونعود الى البداية. نعود إلى البداية الأولى، ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة بنت الفارس وسلالة الفارس اللي على المركز الأول
بقيادة هذا الشوط علي بن راشد بن مبارك المنصوري، تقود الصدارة الأولى في شوط المهجنات الأول. هي الأول، هي البارزة حتى هذه اللحظة، هي نجمة هذا الشوط حتى هذه اللحظة. على المقدمة بوتركي يقدم لنا حضور وتواجد. حربة على المركز الثاني، سالم بن علي بن راشد القيلاني يقدم حضوري وتواجد. حربة المركز الثالث، هناك الوصول من الظبي على ثالث المراكز لسيد محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي. المركز الرابع خوف لسيد عبد الله بن شليويح بن محمد اليابري على المركز الرابع، ولكن خلاص خامس المراكز شعار محمد بن عتيق بن زيتون وشعار الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي سادسا، ولكن الكيلو المتر الأخير الاتجاه نحو خط النهاية وخط الفوز والانتصار. والمقدمة لازالت على الصدارة، لازالت على المركز الأول، لازالت بنت الفارس فوارس هذا الشوط. ها هي الفارسة على المقدمة متفرسة بقيادة هذا الشوط، تقود الصدارة، تقود المقدمة، تقود المركز الأول بنت الفارس وسلالة الفارس على مقدمة هذا الشوط مع المنصوري، مع علي بن راشد بن مبارك المنصوري. ولكن أبو تركي على المقدمة، على البداية، على المركز الأول. سلامي على هذا الحضور، سلامي على هذا الأداء، سلامي على هذا الرقص الجميل اللي تقدمه، اللي هي حربة. أطلقت الحربة، أطلقت سهم الحربة إلى خط النهاية، إلى الفوز، إلى الانتصار، إلى الناموس. سلامي على هذا الحضور، سلامي على هذا الأداء، سلام أيضا سالم بن علي بن راشد القيلاني. أبو تركي هو على المركز الأول، لا يترك الانتصار أبدا، لا يترك الناموس. أبو تركي سلام يا السلطنة، وسلام فلي المشايخ، سلام على هذا التفوق الجميل اللي قدمته حربة في هذا الشوط. المركز الثاني، أنا كيذا بنت الفارس لسيد علي بن راشد بن مبارك المنصوري. والمركز الثالث الظبي لعلي بن زعال بن سعيد المنصوري. والمركز الرابع وصلت في سلهودة لمحمد بن عتيق بن زيتون. بقية المراكز معك يا كرار. التوقيت 6:30 ثانية. تهانينا والناموس للفائزين.